بدأنا الأشغال في هذا المستشفى المبارك اللي معولين أولا وأخيرا على الله في نجاحه، ثم على أبناء شعبنا المحترمين. واخترنا هذه البداية تعود في هذا المولد النبوي، ذكرى هذا المولد النبوي الشريف اللي عزيزة على قلوبنا كاملين. وياك تذكرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، كيف كان يبذل، كيف كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكيف كان يرحم الناس لأنه من أرحم الخلق بالخلق. لذلك اخترنا في هذه الذكرى من أسوأ هذا المستشفى المبارك، معولين على دعمكم وفاتحين المجال للخيرين من أبناء هذا الوطن يتنافسوا كاملين في هذا العمل اللي فيه فليتنافس المتنافسون.